وللحديث عن آخر التطورات الميدانية والعسكرية في غزة معنا من جنين الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح. أهلا بك سيد عدنان. يعني مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين بقصف جوي وبري صهيوني على مناطق مكتظة بالسكان في مناطق مختلفة من غزة. السؤال هنا، ما الذي يريد أن يصل إليه الاحتلال بتكثيفه لغاراته على المدنيين، لا سيما في الأسبوع الأخير أو في الأسابيع الأربعة الأخيرة؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن الاحتلال يعني واضحة أهدافه الحقيقية، وهي التخلص من الشعب الفلسطيني، التخلص من القضية الفلسطينية، التخلص من الموضوع الفلسطيني، والإجهاز على المقاومة، عبر الإجهاز على المقاومة. وهو يفعل ذلك لأنه طوال عام تمكن من أن يصل إلى مرحلة أن يجعل الحالة اعتيادية. العالم، وكأن العالم، هذا العالم اعتاد أو قبل أن يعتاد وأراد أن يعتاد ما يجري. الصورة الآن ثابتة، وهذا العالم يتفرج ويقوم بعملية وصف ولا يتعدى دوره دور المناشدة. وأذكر حضرتك كيف أن العالم كان في الأيام الأولى، الأسابيع الأولى، وحتى الشهور الأولى يتفاعل بشكل أكثر تأثرا مما هو عليه الآن، ويحاول أن يفعل شيئا. البعض ذهب إلى موضوع المساعدات وموضوع الإغاثة وموضوع الإسناد، والبعض ذهب إلى موضوع حتى البحث عن آليات جديدة للمساعدة والوصول إلى إغاثة الشعب الفلسطيني. اليوم هناك توقف عند حالة المناشدة، الوصف والمناشدة، والوصف الدائم والمناشدة الوقتية اللحظية التي لم تعد تأتي في كل مناسبة، لأن اغتيال، جريمة اغتيال طفل أو اثنان أو خمسة وجرح 20 أصبحت أمرا عاديا. الآن هم يتحدثون حينما يصبح لدينا مجزرة بعدد 100 مثلا في يوم، تصدر هذه الدول بيانات تناشد العالم. والأسوأ أن بعض المنظمات أيضا تصدر بيانات. طيب أستاذ عدنان، على سيرة المنظمات، يعني كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تلجأ إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية عشوائية مستحدثة. هل هذا يؤشر إلى أن أعداد الضحايا باتت تفوق الإحصائيات الرسمية ربما؟ أنا أعتقد أننا قلنا ذلك وحتى من على شاشتكم المحترمة مرارا، أن العدد أكبر بكثير جدا من الأرقام التي تنشر، بل قد يصل حد الضعف. وأسوأ من هذا أن هناك أرقام لا تذكر. الإحصائيات تقول أن مقابل كل شهيد في هذه المقتلة هناك 3 وفيات طبيعية: وفيات بسبب المرض، وفيات بسبب الأمراض المزمنة، وفيات بسبب الجوع، وفيات بسبب الأمراض الفتاكة المعدية، وفيات بسبب الظروف الصحية، وفيات بسبب النزوح، وفيات بسبب عدم القدرة على التحمل، وفيات بالجلطة، وفيات بالسكتات الدماغية. كل هذا لا يحصى ولا يذكر، ومع أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الأسباب التي تودي بحياة العديدين وبهذه السهولة وبسرعة، أن لا مستشفيات ولا أدوية ولا أطباء ولا عمليات، أمراض مثل السرطان، أمراض مثل الأمراض الأوعية الدموية والقلب، أمراض الضغط التي لا توجد لها أدوية، أمراض السكري، والأمراض الخطيرة التي ظهرت، أمراض الكبد الوبائي وأمراض والكلى وأمراض الجرب والحصبة، أمراض كثيرة جدا بدأت تظهر. والأخطر من ذلك أن الصورة باتت وكأنها يعني فيلم سينمائي يعرض أمام العالم، وفيلم متواصل، لذا يذهب الرجل أو الشخص منا إلى عمله ثم يعود ليتابع ما إلى أين وصل هذا الفيلم. إلى هذا الحد وصلت الحالة بالعالم. ولاحظ التجزيء في القضية، أن بعض صار يتحدث عن احموا موظفي الأمم المتحدة، احموا الصحفيين، احموا العاملين بالإسعاف، هناك حق حماية والقانون الدولي يحمي هؤلاء، وكأن
قتل المواطن الفلسطيني العامل الفلسطيني، المزارع الفلسطيني، الشيخ الفلسطيني، المرأة الفلسطينية، الطفل الفلسطيني، هذا أمر طبيعي. لكن حافظوا على هؤلاء النوعيات النادرة، كل صار يبادر إلى الاهتمام بصنف معين من البشر على أرض قطاع غزة، والاهتمام يعني بشكل بيانات، إصدارات، اجتماعات، لقاءات، تصريحات. وأسوأ الحالة أن هناك الآن من يحاول أن يصور أن الجريمة مرتكبة من قبل شخص اسمه بنيامين نتنياهو. لا أمريكا لها علاقة بالجريمة، ولا حتى الاحتلال نفسه له علاقة بالجريمة، ولا مؤسسات هذا الاحتلال وجيشه وأجهزته الأمنية. تخيل أن هناك لدينا من يجرؤ اليوم أن يقول أن جالانت ضد، وجالانت مع الانسحاب، والأجهزة الأمنية تقترح الانسحاب، والأجهزة الأمنية ترى أن لا داعي للوجود في فيلادلفيا. هذه كما لو أن الأحوال. نتنياهو يخوض هذه الحرب منفردا بعيدا عن نعم نعم الدفاع أو نعم وزارة ما تسمى وزارة الدفاع، وبعيدا عن الموقف الرسمي الأمريكي وما إلى ذلك من دعم دولي سواء كان معلنا أو غير معلن. أستاذ عدنان، كنا قد عرضنا أخبارا سابقة من خلال شاشة الرافدين تتحدث عن منظمة الأونروا وأنها تؤكد أن الاحتلال أوقف منح التأشيرات لرؤساء وموظفي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال مساعدة النازحين، وأن الهدف الإسرائيلي من وراء هذا هو عرقلة عمل هذه المنظمات. السؤال هنا، هل أصبحت مهمة المجتمع الدولي اليوم توصيف الجريمة فقط دون أن تتخذ قرارات تلزم الاحتلال بوقف حرب الإبادة المتواصلة؟ نعم 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 بالضبط كما ذكرت حضرتك، أصبحت. والله أني أقول ذلك منذ أشهر طويلة، هذا العالم لا فعل له ولا عمل له إلا التوصيف، لا أكثر ولا أقل. والجريمة متواصلة، والحقائق على الأرض متواصلة، ليس القتل فقط ولكن هناك حقائق. هذا الاحتلال أعلن الحرب على الأونروا، أعلن إعدام الأونروا. أنت تذكر كيف أن العالم ساق وراء كذبة أن عدد من أعضاء العاملين موظفي الأونروا في قطاع غزة كانوا ضمن قوات كتائب القسام، ومع أن الاحتلال لا يملك ولم يملك وثبت فيما بعد أنها كذبة. فكيف تعاقب منظمة دولية إذا كان عضوا فيها يقوم بعمل آخر، عمل آخر حتى لو هذا العمل مقاوم؟ كيف تعاقب منظمة أن هناك أعضاء فيها دون درايتها؟ يعني لم تكن قيادة الأونروا هي التي قررت أن هؤلاء الرجال، إذا كان ذلك صحيحا، أنه لم يذكر اسم واحد حقيقي في ذلك، قرر هي التي دفعتهم إلى الذهاب. حتى لو فعلت ذلك، أنت تقيل فرد، تقيل 10، تقيل 20. أغلقوا وهاجموا المقر الأونروا في القدس، هاجموا، يهاجموا المخيمات، تركيز. وأنت ترى حضرتك أن تركيز على المخيمات جنين، نور شمس، طول كرم، الفارعة، بلاطة، عسكر، الجلزون، تركيز على المخيمات لأن الاحتلال يريد أن ينتهي. وماذا سمى العملية الدائرة التي لا زالت دائرة كما ذكر في الضفة الغربية أو في شمال الضفة الغربية؟ سماها المخيمات الصيفية، واختيار اسم المخيمات الصيفية ليقول لنا أن هذه المخيمات مؤقتة ويجب أن ننهيها، لأنه آن الأوان لأن تنتهي المخيمات ربما الصيفية. أراد أن يشير إلى أنه يخوض نزهة صيفية. نعم. وليست نعم. بالعملية التي قد تكبده خسائر. على سيرة هذه الأحداث الجارية في عموم الضفة المحتلة، وأنت من جنين وقد جئت على ذكر أحداث وقعت في مخيم الجلزون ومثلها ربما في شعفاط وكذلك نور شمس وغيره من المناطق، يعني هل تعد هذه الأفعال أستاذ عدنان، هل يمكن أن تكون تمهيدا لتصعيد أكبر قد تشهده الضفة في الأسابيع المقبلة؟ بلا أدنى شك أن القادم وبالتحديد ضد المخيمات في الضفة الغربية، والذي يعيش في الضفة الغربية يرى أن الاحتلال يحاول قدر استطاعته أن يفرق في بين المخيم وبين المدينة أو القرية أو المكان المجاور له بشكل أو بآخر.
التركيز طبعا هو لا يبقي ولا يذر حين نعم يضطر الى ذلك، ولكن هناك تركيز بشكل مباشر. ومن يرى مخيم جنين على سبيل المثال يرى انه لم يبقى شارع واحد ممكن استعماله كشارع حقيقي، نعم لا كهرباء، لا مياه، لا صرف صحي، لا يوجد منزل لم يتم الاضرار به على الاطلاق، لم تعد الحياة هناك ممكنة بشكل حقيقي. وبالتالي الهدف من ذلك اجبار ابناء المخيمات على مغادرتها تحت طائل التهديد والاضرار او اطلاق النار المستمر والمتواصل شكرا والاقتحامات الفجائية والتي تصل الى حد الدخول الى المنازل، ترويع السكان، ضرب المواطنين، اهانتهم، اجبار الرجال على خلع ملابسهم، وتفتيش النساء بطريقة غير إنسانية ولا حضارية ولا لا علاقة لها لا بالأخلاق ولا بالقيم ولا بالقانون طبعا. وكذلك الأطفال، هذه الحالات، الحالة التي يحاول الاحتلال تكريسها الآن في الضفة الغربية، أقول لك وقلنا أن الاحتلال يحضر إلى جريمة أبشع في الضفة الغربية، وأن الاحتلال يسعى إلى فرض مشروعه الصهيوني، ليس مشروع سموتريتش، هذا مشروع بن غوريون، هذا مشروع مشروع قديم إشكول، ليس هذا مشروعا مشروع مستحدثا، إنما هو مشروع مشروعا بن غوريون كما تفضلت. نكتفي بهذا القدر. أستاذ عدنان الصباح الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من جنين، شكرا جزيلا لك.